خلينا نروح لاسكندريه وتألق خالد سليم على المسرح الروماني واشعاله حماس الجمهور السكندري. خالد، كلمنا عن تفاصيل أنشطته الفنية سواء كان على المستوى الموسيقي أو السينمائي، بالإضافة إنه كشف لنا عن سر زيارته الأخيرة إلى تركيا. أشعل الفنان خالد سليم الحفل بالمسرح الروماني وسط عدد كبير من الجمهور. جمهور اسكندرية من الجماهير اللي ما ينفعش أي فنان ينساهم، ما ينفعش ينسى محبتهم وازاي هم حافظين شغله وبيحبوه وبيتابعوه وبيسندوه في كل مراحله. من اول ما عملت اغنيه عالم تاني، الاغنيه دي سمعت في اسكندريه بشكل مش طبيعي. يعني لما جيت هنا اول حفله ليا لقيت الناس حافظه الاغنيه، والاغنيه لسه ما كانتش حتى ما نزلش، يعني نزل الكليب تقريبا بقاله اسبوع، فالناس حافظوا الاغنيه بشكل فظيع. الاغنيه نزلت على كل الكوكتيلات في اسكندريه. خالد مشغول حاليا بتجهيز ألبومه الجديد. الألبوم نزل في 2016، في آخر 2016، فأنا موجود. يعني الألبوم ده هو إثبات لوجودي، وإن شاء الله شغال في أغاني جديدة إن شاء الله. ما أعرفش بقى إذا كانت هتنزل سينجلز ولا ألبومز، بس في الغالب هتبقى سينجلز في البداية. عن أسباب تفضيله للسينجل عن الألبوم. الألبوم بياخد مجهود ووقت كبير جدا، وفي نفس الوقت تكلفة كبيرة على المنتج، وفي مقاييس معينة لازم الألبوم ينزل فيها، فأنت دايما مقيد. فأنا كمطرب لا، أنا عايز أبقى حر أكتر، وعايز أعمل الأغنية اللي لقيها مناسبة للوقت اللي أنا فيه وأنزلها على طول من غير ما أكون مستني قائمة موافقات. عن سر سفره لتركيا مؤخرا. اسماعيل من الناس اللي طبعا معروفين جدا كعازف آلة موسيقية مهمة جدا في تركيا، اللي هي البالما او البوزو زي ما الناس ما بتطلق عليه يعني، وهو موزع شاطر جدا، ووزع لي اكتر من 3 أو 4 الحان في ألبومي وليلة ولا يوم، وبعد تقريبا هو 15 سنة رجع له تاني عشان نشتغل مع بعض في عمل جديد بإذن الله. عايش في الأرض والقلبي